تحية للجميع، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر وفي هذه الجولة الصباحية بأحياء وشوارع المدينة. طقس ساخن صبيحة اليوم الأربعاء، 26 درجة مئوية في الحرارة اللي كتسجل في هذا الأثناء. كذلك من المرتقب أنها توصل بعد الزوال 30 درجة كأعلى مقياس. كذلك 26 درجة ستسجل بالمساء كأدنى مقياس. نسبة الرطوبة 51%، سرعة الرياح تتجاوز 5 كيلومترات في الساعة. مشاهدينا الكرام، كنتمنى أنكم تستمتعوا معي بهذه الجولة الصباحية بأحياء وشوارع جوارات الأطلس المتوسط. أجواء ساخنة هنا، هي بوادر اليوم ساخن كذلك من المرتقب حسب نشرات الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسقط زخات مطرية رعدية بالمدينة كذلك بلجيا على العموم. ما هو الشأن يوم أمس؟ زخات رعدية، زخات مطرية رعدية تساقطت في جل أقاليم الجهة كذلك في جل المدن الجهة. بداية يوم سعيد للجميع بطبيعة الحال، أتمنى نهاركم يدوز بخير وعلى خير. إذا هذه هي الأجواء العامة هنا مشاهدينا الكرام، حالة الطقس كذلك هنا بمدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة. أجواء استثنائية مشاهدينا الكرام ومثيرة بشوارع المدينة. إذا بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يوم سعيد وإلى اللقاء.